زوجات السلطان عبد الحميد الثاني وأولاده. هذا هو عنوان هذا التقرير الشامل الذي أقدمه اليوم في قناتنا التاريخية منارة الثقافة. إذا كنت من المهووسين بالتاريخ أمثالنا، لا تنسى من فضلك الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد. أسد الدولة العثمانية السلطان عبد الحميد الثاني كان بشرا يخطئ ويسيب، ولكنه من المؤكد أنه كان أحد أعظم سلاطين الدولة العثمانية. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن زوجاته الثلاث عشر أو أكثر وأبنائه. الزوجة الأولى هي البشقدين السيدة نازك أدا، وهي أميرة أبخازية. والدها الأمير أرزاكان بيت سنابه وأمها الأميرة أسماء قلج. استمر زواجهما من سنة 1863 إلى سنة 1895. تزوجها عبد الحميد في قصر دولما باهيتشا، أي قبل أن يتولى السلطنة، وذلك بعد أن رآها في قصر أخته جميلة سلطان. رزق منها بعد 5 سنوات من الزواج بابنة وحيدة وهي علوية سلطان، والتي توفيت في 7 من عمرها بعد حادثة حريق مفجعة. وكانت هذه الحادثة جرحا عميقا في صدر السلطان تذكره دائما بطفلته الأولى. أما الزوجة الثانية للسلطان عبد الحميد فهي السيدة الشركسية نور أفسون ابنة سليم بي شرمات والأميرة ربيعة هانم. تزوجها السلطان سنة 1850 في قصر يلدس، ثم طلقها في 11 أبريل سنة 1895. وقد تزوجت من أثويبجي الثاني صفوة بيك، وتوفيت سنة 1915 وهي على ذمته. الزوجة الثالثة للسلطان عبد الحميد هي السيدة بدر فلك، وهي أميرة جورجية. والدها هو الأمير محمد بي كارزاق، وأمها الأميرة فرحان هانم. تزوجت من السلطان عبد الحميد عندما كان أميرا في قصر دولما باهيتشا، وقد رافقت السلطان في منفاه ورجعت معه إلى إسطنبول، ولم تنفع مع آل عثمان. بقيت هناك حتى وفاتها سنة 1930، ودفنت في مقبرة يحيى أفندي بإسطنبول. وقد أنجبت من السلطان عدة أبناء، منهم الشهزادة محمد سليم عثمان أوغلو، والذي ولد سنة 1870 وتوفي سنة 1937 ودفن في دمشق. الشهزادة محمد، والذي عاش فقط 3 سنوات. السلطانة أمينة نامقة وتوفيت وهي رضيعة. الشهزادة عبد الكريم، والذي توفي في 20 من عمره. الأميرة زكية، والتي ولدت سنة 1872 وتوفيت سنة 1950. والشهزادة أحمد نوري، والذي ولد سنة 1878 وتوفي سنة 1944. نمر إلى الزوجة الرابعة للسلطان عبد الحميد الثاني، وهي السيدة بيدار أميرة قوقازية، ووالدها هو الأمير إبراهيم بيت الوستان، وأمها الأميرة شهيقة عفت هانم. تزوجها السلطان في 2 سبتمبر سنة 1875، وأوكل لها مقابلة زوجات السفراء. بقيت في تركيا بعد نفي السلطان، وأقامت في قصر في منطقة أرناكوي حتى وفاتها في 1 يناير سنة 1918. أنجبت من السلطان الأميرة فاطمة نعيمة سلطان، والتي ولدت في قصر يلدس سنة 1875 وتوفيت في ألبانيا سنة 1945. الأمير بايزيد محمد جيهان عثمان بي، والذي ولد في قصر أرتكاي سنة 1899 وتوفي سنة 1977. الأميرة عديلة هانم سلطان، والتي ولدت أيضا في قصر أورتيكاي سنة 1900 وتوفيت سنة 1979. الأميرة أمينة هانم سلطان، والتي ولدت سنة 1911 وتوفيت سنة 2000. الشهزادة محمد عبد القدير، والذي ولد في قصر دولما سنة 1878 وتوفي في مدينة صوفيا البلغارية سنة 1944. نمر إلى الزوجة الخامسة، وهي السيدة دلبساند، وهي جورجية الأصل، وهي أيضا ربيبة زوجة جده السلطان محمود الثاني تريال هانم، وله منها ابنة واحدة، التي ولدت سنة 1884 وتوفيت سنة 1957، أي أنها عاشت 73 عاما. الزوجة السادسة هي السيدة مزيدة مستان، وهي أبخازية الأصل. تزوجت السلطان في قصر يلدس سنة 1885. والدها هو قيمة بي، وأمها الأميرة فريال هانم. توفيت سنة 1909، أي قبل خلع السلطان بشهور. وقد أنجبت له الشهزادة محمد برهان الدين، والذي ولد سنة 1885 وتوفي سنة 1949، وقد دفن في مدينة دمشق.
أما الزوجة السابعة فهي نور أمثال، وهي أبخازية. والدها عمر بيك كايا وأمها سليمة هانم. تزوجت السلطان سنة 1885 وتوفي سنة 1950، وقد أنجبت للسلطان الأميرة صالحة سلطان، والتي ولدت سنة 1886 وتوفيت سنة 1977. أما الزوجة الثامنة للسلطان فهي السيدة مشفقة، والتي تزوجت السلطان سنة 1886، وهي قوقازية توفيت سنة 1961، ودفنت في مقبرة يحيى أفندي بإسطنبول. وأنجبت للسلطان الأميرة حميدة عائشة، والتي ولدت سنة 1887 وتوفيت سنة 1960. وقد كانت السلطانة حميدة عائشة العاشرة في الترتيب من بين أبناء السلطان عبد الحميد الثاني، والسادسة من بين البنات، أما أمها فلم تنجب سواها. واشتهرت السلطانة عائشة بنشرها مذكراتها تحت عنوان أبي السلطان عبد الحميد بالتركية الحديثة بابا سلطان عبد الحميد، وذلك سنة 1960، مدافعة فيها عن أبيها ضد الكتابات التي أساءت إليه. أما الزوجة التاسعة للسلطان عبد الحميد فهي سيسكاز هانم، وهي أبخازية أيضا. والدها الباشا رجب عبد الله وأمها رقية هانم. تزوجت السلطان سنة 1890 وتوفيت في بيروت سنة 1945. الزوجة العاشرة هي بيوسيتا، وهي أميرة أبخازية أيضا. والدها الأمير عثمان وأمها الأميرة حسنة هانم. ذهبت مع السلطان إلى المنفى وعادت مع ابنها بعد سنة إلى إسطنبول، ثم ذهبت مرة أخرى إلى فرنسا وتوفيت سنة 1944. أنجبت للسلطان الشهزادة عبد الرحيم خيري، والذي ولد سنة 1794 وتوفي في باريس سنة 1956. نمر إلى الزوجة الموالية، وهي السيدة فاطمة بسنت، وهي أميرة أبخازية. والدها الأمير سامي بي ووالدتها الأميرة فاطمة، وهم من نبلاء التتار. تزوجت من السلطان سنة 1896 بقصر يلدز، وقد أنجبت له طفلة وحيدة وهي خديجة السلطان، التي توفيت بعد 8 أشهر من ولادتها. وقد حزن السلطان لموتها كثيرا، وأمر ببناء المستشفى الحميدي لعلاج الأطفال. وكانت السلطانة فاطمة بسنت هي من تقوم بمتابعة عمل المستشفى. قد رافقت فاطمة بسنت السلطان إلى سالونيك، وعادت بعد سنة وعزلت نفسها عن الحياة، وحزنت حزنا شديدا لسوء حظها. وبعد موت السلطان سنة 1918 قصت شعرها ورمت ضفيرتها في البوسفور. وبعد أن وقعت إسطنبول في يد الحلفاء، كانت تأتيها التهديدات بالنفي، ولكنها توفيت قبل نفيها ودفنت في إسطنبول. الزوجة الثانية عشر للسلطان هي بهيجة هانم، وهي من نبلاء الأبخازيين. سكنت تركيا مع والدها القائد الباز بي معان وأمها نزلي هانم. تزوجت من السلطان سنة 1900 وعرفت ببذخها وإسرافها، وقد انتقد السلطان تصرفاتها، حيث تضاعفت نفقات القصر السلطاني في وجودها 3 أضعاف في 5 سنوات فقط. وهي ابنة عم ضرتها سسكاز هانم، وقد أنجبت للسلطان توأما هما الشهزادة أحمد نور الدين والشهزادة محمد بدر الدين. وقد توفي ابنها بدر الدين وهو يبلغ من العمر 2 فقط. لم ترافق السلطان عندما نفي إلى سالونيك، وبقيت في إسطنبول، ولكنها نفيت فيما بعد إلى إيطاليا وعاشت في نابولي. وقد توفيت سنة 1969 ودفنت في مقبرة يحيى أفندي. نأتي إلى زوجته الثالثة عشر، وهي السيدة صالحة نجية هانم. وقد تزوجها السلطان سنة 1904، وقد رافقته بعد نفيه إلى سالونيك، وتوفيت قبل صدور قرار نفي آل عثمان بشهر واحد. تم دفنها في ضريح السلطان محمود سنة 1924. وقد أنجبت من السلطان الشهزادة محمد عابد أفندي، والذي ولد سنة 1905 وتوفي سنة 1973. كما أنجبت الأميرة سمية، والتي لم تعش سوى سنتين. تذكر المصادر أن السلطان تزوج من نساء أخريات مثل صفينيس قادين والشركسية جواش ماش قادين أفندي، والتي أنجبت أميرة ماتت وهي رضيعة. هكذا أكون قد استعرضت لكم زوجة السلطان عبد الحميد الثاني. بعضهن كن جريات مثل مشفقة ومزيدة، طلق واحدة وتوفيت بعضهن، وكانت أخريات أميرات أو من عائلات نبيلة.
هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو. كل هذه الشخصيات التي تحدثنا عليها انتقلت إلى رحمة الله، رحمهم الله جميعا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.